كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن ما في الوسع وندعوه زدنا يا مولانا. عموم الأدلة تدل على تسوية الصفوف في كل جماعة: صلاة استسقاء، صلاة كسوف، صلاة عيدين، صلاة فريضة، صلاة تراويح، صلاة جنازة، وهذه منها. أي صلاة جماعة في الفريضة أو النافلة أو جماعة النساء، فمتى شرع الصف شرعت فيه المساواة. فتاوى الشيخ ابن عثيمين. قال ابن قدامة: ويستحب تسوية الصف في الصلاة على الجنازة، نص عليه أحمد. وقيل لعطاء: أخذ على الناس أن يصفوا على الجنازة كما يصفون في الصلاة؟ يعني يا عطاء، أنت أدركت الصحابة وأدركت السلف الكبار، هل كانوا يأخذون على الناس، يهتمون، يلزمون، يحرصون على تسوية الصفوف في الجنازة؟ قال: لا، قوم يدعون ويستغفرون. لكن هذا القول لم يعجب الإمام أحمد رحمه الله، ولما ذكر له قال: يسوون صفوفهم فإنها صلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى، وجاء في حديث الصلاة عن النجاشي: فصف بهم وكبر أربعا، حديث متفق عليه. فالصحابة أخبروا أنه لما جاء الخبر بوفاة النجاشي خرج بنا إلى المصنى كأن هناك جنازة حاضرة، وصفنا صفوفا فصف بهم وكبر. وقد روي عن أبي المليح أنه صلى على جنازة فالتفت فقال: استووا لتحسن شفاعتكم، المغني. فما يفعله بعض الناس اليوم إذا قدمت الجنازة، ذهبوا سراعا حتى يكونوا حولها، ثم يصفون صفوفا غير متساوية، وتجد الواحد منهم يصف وحده في مكان والآخر عشوائيا، يعني فهذا لا شك أنه خلاف السنة. قال الشيخ ابن عثيمين: ولا أعلم له أصلا لا في السنة ولا في كلام العلماء رحمهم الله، والأولى أن يبقى الناس على مصافهم ثم تقدم الجنازة ويتأخر الذين قدموها في الصفوف، يرجعوا وراء، لأن يعني بعض الذين يحملون الجنازة هم يعملون إرباكا وفوضى في الصفوف، إذا ما لهم مكان يرجعون وراء، ويحافظ الناس على صفوفهم مثل ما كانت في الصلاة، لأن غالبا تصلى الجنازة بعد فريضة مثلا، فيحافظون على صفوفهم كما كانوا في الفريضة. مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين.